أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم في هذه الحلقة نتحدث حول الظروف التي يعيشها ابناء شعبنا واهلنا في محافظتنا الجنوبية، صحيح ان المطر يحمل الخير دائما ولكن الحال للاسف يختلف قليلا في قطاع غزة التي تعرضت في الاونة الاخيرة وفي الحرب العدوانية الاسرائيلية الاخيرة والعدوان الاخير على ابنائنا واهلنا في محافظتنا الجنوبية تعرضت لاوضاع في غاية الصعوبة والتعقيد، تدمير المنازل وذهاب الالاف ومئات الالاف من ابناء شعبنا في من منازل مؤقتة وأخرى في أماكن إقامة في المدارس وبالتالي هذا يجعل إمكانية استقبال فصل الشتاء أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد حول هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لها علاقة بهذا الموضوع نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من محافظتنا الجنوبية السيد عدنان أبو حسنة المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة أهلا بك سيد عدنان ومساء الخير <applause> اهلا اهلا وسهلا مساء النور اهلا بكم سيد عدنان ابو حسنه يعني نحن الان على في بدايه فصل الشتاء وهناك تحذيرات من منخفضات جويه قادمه ربما هذا المساء سيكون المنخفض الجوي الاول وبالتالي الموضوع كيف تنظرون الى الوضع المعيشي لابنائنا واهلنا في قطاع غزه وان الوضع الانساني في ظل ان عمليات الاعمار لم تبدا رسميا بعد وما زالت الالاف الاسر الفلسطينيه تتعرض لظروف صعبه في السكن والإقامة والمعيشة أنا يعني بلا شك الأوضاع المعيشية في قطاع غزة هي أوضاع مأساوية والأوضاع تتدهور بصورة دراماتيكية المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة حتى قبل الحرب وقبل الدمار الكبير الذي حدث في غزة جراء هذه العمليات القاسية والوحشية كانت الأوضاع في مثل هذا الوقت والجميع تذكر المنخفض في العام الماضي وكيف أدى إلى دمار العديد من البيوت اليوم في ظل تدمير الهائل لحوالي 120 ألف مسكن في قطاع غزة بين تدمير كلي وجزئي ومختلف النسب بلا شك سيؤثر تأثيرا كبيرا على مستوى حياة الناس وعلى مستوى مع معاناتهم أيضا التي ستزداد بصورة دراماتيكية نحن نحاول من جانبنا القيام بأقصى ما لدينا من طاقات، العمل من اجل توفير المستلزمات، دفع ايجارات، اصلاح بيوت، يعني ندفع اموال بصوره كبيره الان وبصوره متسارعه في مناطق قطاع غزه، ولكن تبقى الصوره الاشمل هي صوره قاتمه. نعم طيب الحديث يدور عن حوالي 650 او 700 الف مواطن تاثروا من جراء العمليات العسكريه الاسرائيليه في قطاع غزه. نعم سيد عدنان ابو حسن يعني الحرب الاسرائيليه العدوان الاسرائيلي الاخير على ابنائنا واهلنا في محافظتنا الجنوبيه كما اشرت بانه قام بتدمير الالاف من المنازل والبيوت للامنين تشظي كلي او جزئي او بعض من ذلك جعل هذه المساكن غير امنه بدا ايضا العام الدراسي وهذا ضعف من المعاناه لابنائنا واهلنا الان هناك ايضا جراء هذه هذا الركام وهذا الدمار الذي يزن بالاطنان في مئات الالاف من الاطنان تم إغلاق لمصارف المياه وعبارات المياه وبالتالي هذا يجعل إمكانية تصرف المياه أمرا صعبا هل أخذ هذا بعين الاعتبار سيما وأن الشتاء على الأبواب ومواسم الخير قادمة وتبدأ في بشكل مستمر في فصل الشتاء نعم يعني نحن نشاهد بصراحة أن هناك جهود كبيرة من البلديات هنا في قطاع غزة وأيضا الأونروا فيما يتعلق بالمخيمات تقوم بجهود كبيرة في هذا الإطار بالنسبة لموضوع الصرف الصحي مسالك المياه وما إلى ذلك ولكن بصراحة ما حدث أعود وأقول ما حدث في غزة بالنسبة للبنى التحتية الأصل المتهالكة نعم. من ثماني سنوات كان فظيعا وغير محتمل على الإطلاق لذلك نحن قد نتوقع حدوث أشياء سيئة بهذه المنخفضات وهذه الفيضانات المتوقعة نأمل ألا يكون ذلك ولكن إن حدث ذلك نحن جاهزون للتدخل نحن والبلديات من أجل التخفيف عن الناس ولكن بصورة عامة صورة سريالية ومعقدة والواقع كئيب جدا ويفوق احتما... يفوق قدرات البلديات وقدرات الأونروا أيضا بسبب الدمار الكبير في البنى التحتية والتي أصيبت بأضرار هائلة في مختلف مناطق قطاع غزة طيب البلد هل البلديات أشرت الى ذلك انها غير ليس لديها الامكانات الكامله سيما وان وفي ظل ان البلديات ليس لديها الامكانات الكامله <applause> لمتابعه هذه هذا القادم من الامطار وايضا من فصل الشتاء كيف بالامكان التعاطي بالطريقه الامثل وما هي النصائح التي تقدمونها لابنائنا واهلنا في غزه على الاقل تخفيف حده هذه الاضرار وما هي السبل الكفيله بانجاح اي خطه قادمه؟ يعني نحن في البداية نتحرك باتجاهين في الأونروا بالنسبة للذين تضررت بيوتهم ومنازلهم حتى الآن تم توزيع أموال لإصلاح الأضرار وأيضا لدفع إيجارات الذين ليس لهم بيوت لحوالي 27 ألف عائلة تقريبا في مختلف مناطق قطاع غزة أنهينا تقييم 75 ألف عائلة من التي أصيبت بيوتها بأضرار سواء كلية أو متوسطة أو جزئية تبقى لنا حوالي 15 ألف بيت سننهيها خلال إيه أسبوعين لدينا أيضا في المدارس حوالي إيه 25 ألف نازح حتى الآن هؤلاء نقدم لهم إيه مساعدات إيه متواصلة أنا لا أستطيع أن أقول أتحدث عن حلول سحرية إيه على الإطلاق ولكن ما. نحن جاهزون أيضا للتدخل إيه السريع بالنسبة للمخيمات وأيضا للاجئين في خارج إيه المخيمات البلديات أيضا تقوم بجهود في إيه هذا الإطار ما أستطيع أن أقول لك بصراحة نأمل ألا يكون هناك فيضانات كبيرة ألا تكون هناك أمطار غزيرة مع الاعتذار أن القيم أصبحت مقلوبة هنا يعني الأمطار خير ولكن في مناطق عديدة من غزة أصبحت تعتبر نوع من مأساة يعني نوع من النقمة ولا أحد يريدها للأسف الشديد ولكن نحن كما قلت جاهزون للتدخل بالتعاون مع كافة الأطراف مع منظمات المجتمع المدني مع البلديات سنضع كل امكانياتنا من اجل التدخل لحمايه الناس وانقاذ الناس والتخفيف عنهم يعني شاهدنا بعض وسائل الحمايه للمواطنين في في غزة وضع أكياس من الرمال لمنع إمكانية وصول المياه ولكن هل تعتقد هذه الأساليب البسيطة البدائية المتوفرة تسهم في حفظ حياة الأبرياء المواطنين الذين سلموا من العدوان الإسرائيلي الأخير على أهلنا وابناء شعبنا والآن يتعرضون بصراحة لربما فيضانات من هناك مناطق منخفضة في وسط غزة وفي شمال غزة أيضا وبالتالي يجعلها عرضة للسيول الجارفة والفيضانات القادمة بالتاكيد هذه الادوات وما يقوم به الناس غير كافي على الاطلاق ولكن هذا هو ما تمتلكه غزه اكياس من الرمل يحاول بها هؤلاء الفقراء والمسحوقين والذين اصبحوا معدمين تماما ان يدافعوا عن انفسهم في وجه المياه في وجه الفيضانات في وجه الامطار الغزيره هذا ما يملكونه على الاطلاق حتى الاليات الثقيله هي غير متواجده وايضا متهالكه في غزه التي بامكانها فعلا ان تقوم بحمايه هؤلاء الناس من الكوارث او فتح طرق او ممرات وما الى ذلك لا يوجد في غزه على الاطلاق مثل هذه الاليات وان وجدت هي متهالكه وغير صالحه للاستخدام او تعمل لساعات، لذلك الموضوع خطير والاوضاع جدا صعبه ولكن نحن سنقوم بواجبنا بالتحرك في كافه الاماكن تحركنا قبل ذلك في مثل هذه الظروف م. واستطعنا تقديم خدمات لحوالي 15 ألف عائلة في لا. 2013 عندما حدث المنخفض الجوي أيضا جاهزون بكافة الإمكانيات للتحرك في هذا الإطار رغم أن الأوضاع الآن أصعب بكثير بسبب الدمار الهائل بسبب دمار البنى التحتية نعم الان اذا دمار وركام وايضا اشكاليه في موضوع التيار الكهربائي وايضا خطوط المياه كلها عرضه للتلف بسبب فصل الشتاء وايضا الامطار القادمه بصراحة أين وصلت عمليات إعادة الإعمار وأين دوركم في هذا المجال سيما وأنه استنفذ المزيد من الوقت والموجود فقط على الأرض هو المزيد من الوعود ببدء عمليات الإعمار التي ربما هي الحل الأمثل والوحيد أمام فصل الشتاء وأمام فصل الصيف وكل وقت هو المواطن في غزة عرضة لتقلبات الجوية بسبب عدم وجود بيوت آمنة بسبب عدم, بسبب عدم ثبات التيار الكهربائي وانقطاعه بين فينة وأخرى كل هذه القضايا الأساسية للمواطنين في البداية الأرقام التي تحدثنا بها حتى في بعد انتهاء الحرب مباشرة والتي نتحدث بها الآن هي مفاجئة تماما، لم ي لم نكن نتوقع على الإطلاق أن عدد البيوت التي دمرت بصور مختلفة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين حوالي 89 ألف بيت. وهناك حوالي ألف بيت بالنسبة للإخوة المواطنين من غير اللاجئين. الحديث يدور عن مئات الآلاف من الناس الذين تعرضت بيوتهم إلى أضرار. من ناحية الأونروا نحن أكملنا عملية تقييم الأضرار لحوالي 75 ألف بيت مئات المهندسين والباحثين الاجتماعيين عملوا ليل نهار في هذا الإطار تبقى لنا حوالي 15 ألف بيت سنقوم بعملية تقييم الأضرار لهم خلال الأسبوعين القادمين من خلال عملية تقييم الأضرار استطعنا أن ندفع لحوالي 27 ألف عائلة 13 ألف منها تسلمت أموال لإعادة الإعمار نتكلم عن الأضرار البسيطة هناك عشر ألف أو 14 ألف عائلة أخرى طلبناها بالتوقيع على تعهدات من اجل ان تتم عمليه الصرف خلال الايام القادمه. حجم الاموال هي حوالي 17 مليون دولار التي دفعت، نتحدث ايضا عن الاف العائلات التي تسلمت بدل ايجار لمده اربع شهور، طبعا النسب معروفه 250 دولار بين 225 و250 دولار حسب عدد افراد الاسره لمده اربع شهور، هناك 500 دولار ندفعها لكل عائله. كمستلزمات حياه لمره واحده وهكذا نحن نسارع عمليه دفع الاموال بصوره دراماتيكيه وبصوره كبيره جدا خلال الايام والاسابيع القادمه حتى نتمكن فعلا من دفع اموال سواء بدل ايجارات او لاصلاح لا. الاضرار البسيطه قبل دخول الموعد الرسمي للشتاء نحاول جاهدين نأمل أن ننجح خلال الأسابيع القادمة في إتمام العملية نهائيا ما هي التعهدات سيد عدنان أبو حسن التي يوقع عليها المستفيدين إنجاز التعبير أو المتضررين لاستلام الأموال؟ يعني هو تعهد بأنه يقبل التقييم يقبل تقييم الأونروا الذي قام به المهندسون هذا التقييم هناك بعض الأشخاص يقولون أن الضرر كان أكبر بكثير مما قيمته الأونروا يرفض التوقيع بعد ذلك يتم تشكيل لجنة بيننا وبين وزارة الإسكان الفلسطينية وهذه اللجنة تعيد تقييم الضرر الحادث في البيت هذا هو الهدف فقط لا غير أن هناك تعهد رسمي بأنه موافق على على تقييم الأونروا وأنه يقبل بأن يتسلم هذه الأموال هناك عدد من الناس يرفض ذلك ويقول أن هناك أضرار أكبر هذا بكل بساطة يعني ليس هناك أي التزام آخر نعم. تجاه عملية أو تجاه هذا التعهد طب من فقد منزله بشكل كامل كيف يتم التعاطي معه سيما وأن الحديث يدور عن وجود نحو 25 ألف ربما مواطن يعيشون في المدارس ومراكز الإيواء نظرا لفقدان منازلهم بشكل كلي ومتواصل ومستمر يعني الشيء الرئيسي في هذا الإطار عند التأكد بأنه فقد بيته تماما هو ندفع له بدل إيجار لمدة أربع شهور وبدل الإيجار يتراوح بين 200 و 250 دولار إذا كانت هناك أسرة خمسة أفراد 200 دولار في الشهر بخمسة إلى عشر أفراد 225 دولار فوق العشر أفراد يتسلم 250 دولار في الشهر لمدة أربع شهور هناك أيضا مبلغ يقدم مبلغ مقطوع يقدم لهذه العائلات التي فقدت كل شيء وفقدت بيوتها من أجل مساعدتها في لملمة أوضاعها هذا ما نستطيع أن نقوم به الآن ولكن عملية إعمار شاملة للبيوت التي دمرت هذه تحتاج مئات ملايين الدولارات وهذه الأموال لم تأتي حتى الآن لا إلى الأونروا ولا إلى السلطة الفلسطينية هناك تعهدات يعني سمعنا الدكتور الحمد الله تحدث عن تعهدات من قطر تعهدات من بعض الدول ستتحول إلى أموال سائلة أو تعهدات صلبة يسمونها خلال أيام القادمة وهذا شيء جيد نفس الوقت نحن طلب المفوض العام للأونروا في مؤتمر في عمان اللجنة الاستشارية للأونروا الدول المانحة بالإسراع في تحويل تعهداتها إلى أموال حقيقية وأيضا الجانب الإسرائيلي بتسهيل عملية إدخال مواد البناء بصورة أكبر طيب عملية إدخال مواد بناء هل ما زالت تواجه نفس الإجراءات الإسرائيلية سيما وأن الحصار ما زال مفروضا على محافظتنا الجنوبية وحديث يدور أيضا عن إمكانية دخول البضائع والمنتوجات وأيضا مواد بناء أن نشير هنا وخصوصا الإسمنت والحديد إلى غزة هل بدأ فعليا وأين وصل هذا الموضوع؟ يعني نحن نقول كالتالي يعني عملية إدخال مواد البناء حسب الآلية التي تم توقيع عليها بين السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي لن تكون بديل على الإطلاق لرفع الحصار. يجب أن يرفع هذا الحصار حتى تتمكن غزة فعلا من بناء نفسها وأن تكون هناك نوع من الحياة الإنسانية، لا نتكلم عن جودة حياة في غزة، نحن نتكلم عن حياة، أي حياة؟ نريد أن نبقي هؤلاء الناس أحياء، هذا هو الهدف الآن في قطاع غزة. يجب أن تدخل مواد البناء بصورة أسرع إلى قطاع غزة لا يمكن لغزة على الإطلاق أن تتحمل عشرات السنوات من عملية إعادة الإعمار كما حدث معنا في المشروع السعودي جنوب قطاع غزة المشروع السعودي أخذ أكثر من عشر سنوات لإتمام عملية البناء بسبب تقنين دخول مواد البناء والتأجيل والإجراءات المعقدة غزة الآن في وضع مختلف تماما على الإطلاق الغضب يزداد اليأس يزداد الإحباط يزداد في قطاع غزة وهذا شيء خطير جدا، ولا احد يريد حربا جديده في غزه، لذلك على الجميع ان يدرك خطوره اللحظه، وان يلتقطوا اللحظه، هذه اللحظه تاريخيه حاسمه، يجب ان يلتقطها ان تلتقطها جميع الاطراف للتقدم من اجل اعمار قطاع غزه قبل ان تزداد درجه الاحباط والياس. هذه رساله نوجهها للجميع، نحن نعمل من اجل ان يتم ان تتم عمليه التسريع، هناك اتصالات مباشره، ومتواصله ومكثفه مع الجانب الاسرائيلي في هذا الاطار ونامل ان يتفهم الجميع ذلك هل خاطبت الأونروا أطراف عربية وربما دولية من أجل وصول الأموال سيما هناك وعود كثيرة كانت قد قدمت وقطعت من أجل إعادة الإعمار وعلى الأقل تقديم بمثابة الإسعافات الأولية أو أو الخدمات الطارئة والعاجلة للمواطنين مع قرب ومع حلول فصل الشتاء والحاجة المتزايدة للمواطنين للماء والكهرباء وأيضا موضوع الدفئ وموضوع البيوت الآمنة حماية المواطنين من أي منخفضات جوية قادمة هذا بصراحه يضاعف من حاجه المواطن في غزه. بالتاكيد هذا هو الهم الاكبر للاونروا الان، هناك اتصالات كبرى يقوم بها المفوض العام للاونروا مع الدول الاوروبيه، مع الولايات المتحده الامريكيه، مع كافه الدول العربيه، هناك اتصال مستمر كان هناك وفد في المملكه العربيه السعوديه ايضا مع دوله الامارات العربيه المتحده التي تبرعت ب 47 مليون دولار، هناك ايضا اتصالات من اجل تسريع عملية دفع الأموال هناك البحرين أيضا قدمت مساعدات اتصالات مستمرة وحثيثة القضية بالنسبة للدول المانحة فقط للتوضيح أن هؤلاء لا يدفعون أموالا هكذا يعني نعم. أنه تبرع بـ 300 مليون دولار مثلا يعطيك الأموال يجب أن تقدم له برامج يجب أن تقدم له برامج على سبيل المثال تقول أنا أريد أن أبني منطقة الشجعية بها ألف بيت مدمر التوقيت حساب الكميات كم سيأخذ وقت عملية البناء وكل هذه الامور يجب ان تقدم ان تقدم عبر خطط لهؤلاء المانحين، نحن نعمل ليل نهار من اجل تجهيز هذه الخطط، فعلا البعض اصبح جاهزا وهناك اتصالات حثيثه ومكثفه مع كافه المانحين، نامل ان تكون هناك اخبار ساره في القريب العاجل. هل لديكم سيد عدنان ابو حسن اي احصاءات لمدى الخسائر التي لحقت بالمواطنين في غزه منذ بدء موسم فصل الشتاء؟ سيما وان العديد منهم يقيمون في بيوت بصراحه غير امنه وغير صالحه للاستخدام في ظل فصل الشتاء. اعتقد من المبكر الحديث عن حجم الخسائر وكم كلفت هؤلاء الناس من أموال في غزة هناك هم أكبر الآن هناك خسائر بمليارات الدولارات خسائر كبرى يعني وهؤلاء الناس الذين يعانون تزداد معاناتهم هذا هو الجديد في هذا الملف أن من كان يعاني من كان صفرا أصبح تحت الصفر لا. الآن في ظل هذه الأوضاع المأساوية الكبرى قد يكون بعد أسبوع بعد عشرة أيام تقدير لحجم الخسائر ولكن الهم الأكبر الآن هو وجود 120 ألف شخص بلا بيت على الإطلاق هناك عشرات ألاف البيوت التي تحتاج إلى صيانة عاجلة بها أضرار بسيطة هناك أيضا عشرات ألاف البيوت التي دمرت تدميرا كاملا وهذا هم كبير لدى الجميع لدينا لدى السلطة لدى كل المعنيين من أجل إتمام هذه العملية وألا تطول هذه العملية لأنه إذا تأخرت وطالت سيكون هناك مأساة كبرى بلا شك طيب يعني بصراحه ما هي الكلمه التي توجهونها ربما للمانحين والدول التي من المفترض ان تفي بالتزاماتها وايضا للمواطنين في غزه مع 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 بدء فصل الشتاء وايضا زياده الاخطار جراء ربما حده الامطار او الفيضانات والسيول في مناطق منخفضه في شمال غزه وفي وسط غزه ايضا. يعني هي رسالة باتجاهين، باتجاه المجتمع الدولي بأن التعهدات التي أعلن عنها في القاهرة يجب أن تتعهد أن تتحول إلى أموال، أموال حقيقية حتى نستطيع فعلاً من القيام بعمليات إعمار، الناس تنتظر التوقعات عالية جداً من هذا المؤتمر. رسالة أيضاً للجانب الإسرائيلي يجب إدخال مواد البناء بسرعة أكثر. يجب أن تكون هناك معابر أخرى لإدخال مواد البناء، لأنه بصراحة معبر كرم أبو سالم حتى لو حسنت كافه النوايا، كل النوايا، وافقت اسرائيل على ادخال كل مواد البناء الى قطاع غزه، هذا المعبر طاقته لا تزيد عن 500 شاحنه يوميا، هذه ال 500 شاحنه سيكون للطعام والمواد الغذائيه والوقود ومواد البناء ايضا، ومشاريع الطرق وما الى ذلك، لا يمكن له ان يتحمل، لذلك سيكون هناك تاخير، يجب ان يتم تشغيل معابر غزه المغلقه. معبر المنطار معبر صوفا على الاقل يعني هذا المعبر المخصص للحصنه ومواد البناء وغيرها من الممكن ان يعمل وهذا سيسرع عمليه اعاده الاعمار. بالنسبه لمواطني قطاع غزه نقول نعم. نحن في الاونروا نبذل اقصى جهودنا، الاف العاملين ليل نهار يعملون من اجل تسريع هذه العمليه دفع الاموال، انهاء عمليه تقييم الاضرار، نحن وجدنا لخدمه هؤلاء الناس وسنبقى بجانبهم. نعم السيد عدنان أبو حسنة المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شكرا جزيلا كنت معنا مباشرة من محافظاتنا الجنوبية لكم دائما التحية والتقدير ونرجو أن تسير بوتيرة متسارعة وبشكل أسرع عمليات إعادة الإعمار حفاظا على أرواح وحياة أبنائنا وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون أصلا ظروف في غاية الصعوبة والتعقيد جراء العدوان الإسرائيلي والآن مع حلول فصل الشتاء تتضاعف هذه المعاناة نتمنى لهم جميعا السلامة مشاهدينا الكرام اشكركم علي طيب المتابعة لهذه الحلقة لكم مني حسن ابو الرب ومخرج هذا البرنامج رائد شراب كل التحية نلقاكم دائما علي خير باذن الله إلى اللقاء